Hi everyone, with you Mushema Munir. Today let's start with jump aboard for primer 3. Let's start. زي ما احنا متعودين ان اي يونت بنبتدي بالنيو ووردز. يلا نبتدي مع بعض بالنيو ووردز for unit 7 jump aboard 3. mirror, ornament, lamp, fireplace, armchair, rug, drawer, sofa, next to, above, floor, turn on, again, mirror, ornament, lamp, fireplace, armchair, rug, drawer, sofa, next to, above, floor, turn on, okay? Okay, let's move to another part. احنا هنا عندنا بقى الجرامر بيتكلم the past simple tense وزمن الماضي البسيط وهو بيتكون من التصريف التاني للفعل ده التكوين. طب تعال نشوف مع بعض examples أمثلة. I watched TV yesterday. The wolf ran away. زي ما احنا واخدين بالنا watched متصرف في الماضي لأن الفعل الأساسي كان watch. ran برضو متصرف في الباست لأن الفعل الأساسي كان run. طيب أنا هنا عندي أفعال بنسميها regular اللي هي أفعال المنتظمة اللي بنحط في نهايتها إما دي اي دي او اي اي دي. اوكي طيب انا هنا عندي مثلا لو انتهى الفعل بحرف vowel وراه حرف ساكن زي travel زي ما احنا شايفين اي وبعدين ال لازم اعمل دبل الحرف الاخراني واحط اي دي عشان يبقى في الباست زي traveled. stop ادي او وراها بي عملنا دبل الحرف الاخراني وحطينا اي دي stopped. طب لو عندي واي لازم عشان اصرف الفيرب الواي في الماضي لازم افكر وابص الحرف اللي قبل الواي لازم يكون حرف ساكن عشان اعمله ريموف واحط اي اي دي زي study carry. لكن لو verb زي enjoy او play شايفين حرف vowel في الحالة دي ما ينفعش ابدا ان انا اعمل ريموف للواي واحط اي اي دي لا بتنزل زي ما هي واحط لها اي دي. اوكي طب اعرف منين يا مس انه الزمن ده في الباست لما يجي لي ايه في الجملة لما يجي لي yesterday once one day just now in the past in order in olden times ago last last night and last month. okay طيب ده كان ببساطة جدا النهاردة شرح unit 7 for jump upward 3. يارب يكون الدرس كان سهل وبسيط عليكم. for any questions or any comments please let me know. don't forget to like and share my video. thanks so much and see you soon. bye.